الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إننا لا نريد أن نتكلم اليوم حول جوانب هذا الحديث، وإنما نذكره لنبين بشيء من الإيجاز بقدر يسمح الوقت به بأن الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما الصلاة والسلام هذان الإمامان كانا تخطيطا من الله سبحانه وتعالى ومن الرسول تبعا لله لإنقاذ الأجيال الصاعدة إلى يوم القيامة، لا من جهة أنهما إمامان وخليفتان، هذا شيء محرز وواضح، وإنما من جهة أنهما كانا عبرتين ودرسين ومثالين لكل الأشخاص الذين يريدون إنقاذ البلاد والعباد من الطغاة في أي زمان في أي مكان في أي شرط في أي لون من ألوان الحياة. حديث هناك، وهذا الحديث يحتاج إلى ما لا يقل من 14 مجلس مفصل، ورد إن الله سبحانه وتعالى بسبب جبرائيل أرسل إلى الرسول 12 ظرف، كل ظرف مختوم بختم من الله ابتداء، ووزعت تلك الظروف على الأئمة 12 لكل ما يجب أن يقوم به في دوره. وكان إذا وصلت نوبة إمام من الأئمة فض الظرف ونظر ما فيه وعمل به. هذا حديث صغير مشهور، وهذا يحتاج على أقل تقدير إلى 14 مجلس، كل مجلس يستوعب جوانب الإمام وجوانب ظرفه وأنه كيف اقتضى هذا الظرف هذا الجانب، وأنه كيف قام الإمام بهذا الجانب في هذا الظرف. من جملتهم الحسن والحسين، وإننا نريد اليوم إيجازا عن هذا المبحث، وأن التخطيط كيف كان دقيقا بحيث أنه لا ينقص شعره ولا يزيد شعره حتى حسب أفهامنا، وأما حسب أنهم معصومون شيء واضح، وحسب أننا نعتقد بهم اعتقادا بالإمامة والخلافة شيء واضح. لا، أننا نريد أن نرى هل نحن نستفيد من حال هذين الإمامين هذا الشيء الذي نحن بصدده،
الحسن والحسين إمامان، قاما أو قعدا، مو إمامان لزمانهما، وإنما إمامان للأجيال إلى يوم القيامة. ثلاث مواضيع نتكلم. الموضوع الأول، كيف المجتمع يفرز الطغاة؟ الموضوع الثاني، نفسية الطغاة. الموضوع الثالث، كيف يجب أن يقابل الطغاة، وأن الإمامين الحسن والحسين قاموا بهذا الدور، حتى أن الإمام الحسن إذا لم يكن كان الدور ناقصا، والإمام الحسين إذا لم يكن كان الدور ناقصا. نتكلم قلنا بإيجاز، المجتمعات التي حش فيها المصلحون وشرس فيها المفسدون تفرز الطغاة. كيف توجد الطغاة في المجتمعات؟ المجتمع الذي المصلح فيه خامل والمفسد فيه نشط، من الطبيعي أن يأتي الطاغي لا مصلح والمفسد كثرة، فمن الطبيعي أن يستولي المفسد على البلاد. ولذا الحديث عن الرسول، لتأمرن بالمعروف أو لتنهن عن المنكر وإلا ليسلط الله شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم، شيء مع المنطق. إذا المصلح ما أصلح، معنى صار المجتمع مجتمع فساد. في مجتمع الفساد من يأتي إلى الحكم؟ أحد الفاسدين، كيفما تكونوا يولى عليكم. أحد الفاسدين إذا جاء ودعوت، هل الله يقدر موازين الحياة بالدعاء؟ لذا هذا الحديث، وهو لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر وإلا ليسلط الله شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم، الرسول بين فيه قانونين كونيين، قانون مجيء الطغاة، وقانون أن الدعاء لا يرفع الطغاة، كلاهما قانونان كونيان. يعني الرسول كشف، مو أن هذا تشريع أو أن هذا موضوع غيبي أو أن هذا إخبار عن المغيبات، لا أبدا. أي إنسان حكيم وعاقل، والرسول سيد الحكماء وسيد العقلاء، يفهم هذا الشيء. المجتمع الذي المصلح فيه خمل والمفسد فيه نشط، تلقائيا يأتي الطاغي إلى الحكم، وإذا جاء الطاغي إلى الحكم من الطبيعي أن لا يغيره إلا اليد وإلا اللسان وإلا العمل، لا الدعاء وحده. الدعاء صحيح، لكن الدعاء له مقامه والعمل له مقامه. المجتمع الروماني مجتمع فاسد منحط، المجتمع الإسلامي مجتمع ناشئ هش. معاوية ويزيد وليد هذا المجتمع، لأن معاوية أين ولد؟ معاوية ولد في الروم، يعني حكم معاوية ولد في الروم، سوريا من الروم، وحكم معاوية ولد في الروم. حكم معاوية ما ولد في بغداد ولا في المدينة ولا في الكوفة ولا في البصرة، وإنما حكم معاوية ولد في الشام. الشام بلاد الرومان، والرومان قبل الإسلام هؤلاء أناس فاسدون
إلى أبعد الحدود. ولذا لما جاء الإسلام طيرهم كهشيم محتضر. إذا كان المجتمع الروماني مجتمعا متماسكا قويا نظيفا، كانوا يقابلون المسلمين أشد أنحاء المقابلة، هذا لا شك فيه. الله كان ينصر الإسلام، لكن نصرة الله للإسلام كان بأسباب. المجتمع الروماني قبل الإسلام مجتمع هش فاسد منحط، ولذا لما اصطدم بالإسلام على قلة عدد الإسلام وعدده طار المجتمع كالهشيم المحتضر. هذا المجتمع ولد معاوية. معاوية ما كان يتولد في المدينة أبدا، وما كان معاوية تمكن أن يتولد في مجتمع متدين نظيف. الشاعر يقول في شعر مشهور، يقول: لم أدر أين رجال المسلمين مضوا، أم كيف صار يزيد بينهم ملكا. الجواب واضح، المجتمع الروماني الفاسد من ناحية المفسدين، المجتمع الإسلامي الحش المتفكك من ناحية المصلحين. هذا الشيء ولد معاوية ويزيد. المجتمع الروماني فاسد، المجتمع الإسلامي هش ومتفكك، لأن المجتمع الإسلامي أولا مجتمع ناشئ، وأنتم تعلمون أن المجتمع الناشئ هذا بسرعة يرجع إلى أنسابها وأحسابها وقبائلها وأفكارها. وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء وصبغ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. النبي صبغ حتى يأتي المستقبل فيعمق. ثم جاء الخليفة الأول والثاني، ولا علينا الآن بالكلام حولهما، حتى جاء الخليفة الثالث وتفكك المجتمع الإسلامي تفككا ذريعا بسبب سوء تصرفه وتصرف حواشيه. هذا المجتمع المتفكك ما كان مجتمع المصلحين الذين يتمكنون من تقويم المعوج. وكما قلنا في المقدمة، قل المصلحون وكثر المفسدون، فتولد من ذلك معاوية ويزيد. هذا منشأ ولادة هذين الرجلين في مجتمع مو معروفة بالصلاح ولا بالإسلام والسوابق ولا بأي شيء. جاء المسلمون وفتحوا البلاد وسلموا البلاد إلى معاوية ورجعوا إلى بلادهم. كم مسلم كان في المجتمع في أيام معاوية في سوريا؟ قليل، لعله أعداد قليلة من أصحاب رسول الله. ولذا خاف معاوية من أبي ذر وحده، لأن المجتمع ما كان يعرف الموازين الإسلامية والقيم الإسلامية. دعونا نمثل، لنفرض أنا ذهبت إلى نيويورك وبدلت نيويورك إلى صبغة إسلامية ثم خرجت من نيويورك، هل مجتمع نيويورك أصبح مجتمع مسلم عميق؟ وإنما الصبغة والصورة فقط، لا أكثر ولا أقل. وأي إنسان جاء وقال لهم هذا الطريق يخضعون له ويسلمون إليه. فمجتمع سوريا أو مجتمع الرومان ولد معاوية ويزيد هذين الطاغيين. هكذا يولد المجتمعات الطغاة، مجتمع المصلحين والمجتمع الذي فيه المصلح بكثرة. من المستحيل أن يولد الطغاة. أي طاغ رأيت ولد في منطقة، في العراق، في مصر،
في إيران في أي بلد أعرف له مقومان. المقوم الأول قلة المصلحين. المصلح لا نقصد به من يخطب ويأمر بمعروف وينهى عن منكر في مجتمع متدين صغير أو شوية أكبر أو أكبر. المصلح يعني الذي يغير، يعني الذي يبدل، يعني الذي يقابل الطغاة في مجتمع قل فيه المصلحون وكثر فيه المفسدون يتولد الطغاة. جمال عبد الناصر أين ولد؟ ولد في مصر أم كلثوم، وفي مصر نزيهة المهدي. اقرأوا تاريخ نزيهة المهدي. نزيهة المهدي كانت فاحشة فاجرة في مصر قبل أم كلثوم المغنية. الباشوات كانوا يأتون ويقبلون رجليها ويشربون الخمر التي تصب في خفها تبركا بها. هذا المجتمع يولد جمال عبد الناصر، من الطبيعي هذا الشيء وإلى آخره. والآن ليس علينا أن نقول كيفية المجتمعات وكيف ولدوا هؤلاء. إذا كان المجتمع هكذا، أحد العلماء في مصر يبرق إلى فاروق الفاسد يقول أبرق إلى أطهر مكان، وفاروق المشهور بالفسق والفجور والزنا والخمر، أبرق إلى أشرف بقاع الأرض وأطهرها. راجعوا التاريخ شوفوا، هذا المجتمع يولد الطاغي. مصلح قليل مفسد كثير. من الطبيعي أن المفسد الأقوى فالأقوى فالأقوى يصل إلى قمة الحكم فيعمل ما يشاء. هذا موجز عن كيف أنه المجتمعات تولد الطغاة. نأتي إلى الموضوع الثاني، وهو أنه نفسية الطغاة على قسمين لا ثالث لهما. الطاغي إما أن يكون طاغيا ماكرا، وإما أن يكون طاغيا بليدا. هل هناك قسم ثالث؟ الطاغي إما ماكر وإما بليد. علامة هذين الطاغيين، الطاغي الماكر مخادع في الحرب دنيء في السلم، الطاغي البليد هذا شرس في الحرب وكذلك مستهترا في السلم. طبيعة الطغاة. لنمثل بمعاوية ويزيد. معاوية من النوع الماكر، معاوية طاغ ماكر، لأن طبيعة معاوية طبيعة ولد زنا، وكلنا نعلم علميا والعلماء ذكروا في علم النفس أن ولد زنا يطلع ماكر من طبيعته، ولا أريد أن أسميه ذكية. لماذا؟ لأن الزنا يقع مع اضطراب النفس، واضطراب النفس والتفات النفس إلى أن لا يعرف، إلى أن لا يرى، إلى أن لا يسمع حسه، هذه الطبيعة تنطبع في الولد. وحتى علم النفس يقول أنك إذا نظرت إلى صورة في دارك الولد يطلع بهذه الصورة عند المجامعة والوقاع. ولذا في الإسلام كره أو حرم أن يقارب الرجل زوجته بفكر امرأة أخرى. هذا أحاديث قطعية أكو في كتاب النكاح تنهى عن هذا الشيء، وهذا بحث مفصل لا أريد أن أدخل هذا البحث. فالطبيعة معاوية هذه الطبيعة، الطبيعة الماكرية، لأن معاوية ولد أبي سفيان وهند، وكلاهما زانيين مشهورين، هند زانية وأبو سفيان زان، تولد منهما معاوية. وكما يقول بعض التواريخ أن معاوية
كان له أربع آباء يشتبه بهم. هذه المرأة الفاجرة التي كل يوم تقارب رجلا ولها زوج وزوجها يعد من الطبقة الراقية والأشراف، كيف يطلع هذا الولد؟ فمعاوية بطبيعته ماكر، وطبيعة المكر قلنا مخادع في الحرب ودنيء في السلم، كما ظهر هذا الشيء، مخادع في الحرب. في حرب علي مع معاوية خدع معاوية، وفي حرب الحسن مع معاوية خدع معاوية، وفي كل حروب معاوية خدع. هذا طبيعة المكر. وفي سلمه دنيء، الإمام الحسن صالحه ثم صعد المنبر وكل شروط الحسن تحت قدمي، هاي دناء أصلا. حتى أنت أيها الرجل الماكر إذا أردت أن لا تصالح الإمام الحسن ولا تفي له بالشروط، أي داع أن تقوله فوق المنبر؟ وما حاربتكم لتصلوا ولتصوموا، وإنما حاربتكم لأتأمر عليكم. هذه كلمة تسجل على الإنسان، لكن طبيعة المكر وطبيعة الدناءة. الماكر مخادع في الحرب دنيء في السلم. ثم إنه جرب الإمام الحسن، والإمام الحسن لا يحارب بعد ذلك، لأنه هو أعرف بالإمام الحسن وأنه يفي بشروط الصلح، مع ذلك سمى الإمام الحسن. والإمام الحسن إنسان شيخ كبير في السن، ولعله كان يموت بعد سنة أو خمس سنوات أو أربع سنوات. لكن طبيعة الدناءة، قسم من الطغاة هؤلاء ماكرون. القسم الثاني من الطغاة الطاغي البليد. الطاغي البليد كيزيد بن معاوية، هذا طاغ بليد. البليد شرس في الحرب، وكلكم تعلمون قصة الحسين وشراسة هذا الرجل الجاهل، وكلكم تعلمون قصة المدينة وشراسته، وكلكم تعلمون قصة مكة وشراسته. هذا معنى ذلك أن هذا الرجل شرس في الحرب، لأن الطغيان لا يستجيب للموازين والقوانين والأفكار والتعقل، ولذا سمي الطغيان. النار يسمى تطغى. تطغى يعني شنو؟ يعني لا تعرف الموازين والقوانين والاحترام والزيادة والنقيصة. وإن شاء الله إذا حدث لنا يوم بمناسبة وصار لنا يوم بمناسبة، نتكلم حول كيفية تفكر يزيد وطغيانه، قطع النظر عن هذه الأشياء المشهورة عند الكل. هذا الطاغي وهو يزيد أو الطاغية، والتأويل المبالغة على وزن علامة، لأنه كما يقول السيوطي التاء على 14 قسمة في اللغة العربية، منها التاء المبالغة. الطاغية البليد من طبيعته الشراسة في الحرب، كما أن من طبيعته الاستهتار في السلم. القرد والفهد والخمر والزنا والاستهتار بحقوق الناس وعدم الالتفات إليهم وعدم تقديرهم، كما نرى ونسمع كل في يزيد. حتى أن أحد علماء السنة في قصة طويلة، لعل بعض الحاضرين يذكرون القصة، قال: كنا نخاف أن يمطرنا السماء بالحجارة، فإن يزيد كان يزني بالمحارم. استهتار، محارم يعني أخته، عمته، خالته، أم زوجته، جدته وما أشبه. دناءة. وبالنسبة إلى معاوية، واستهتار بالنسبة إلى يزيد. هذان النموذجان من الطغاة، وعلى طول الخط
الطاغي إما هكذا وإما هكذا، ولا قسمة ثالثة للطاغي أبدا. إما طاغ ماكر مخادع دنيء، وإما طاغ بليد شرس مستهتر. الإمام الحسن الله قدره لمقابلة الطاغي من القسم الأول. الإمام الحسين الله قدره في مقابلة الطاغي من القسم الثاني. المصلحون في العالم دائما يجب أن يقتدوا إما بالحسن إذا أمامهم معاوية وأمثال معاوية، وإما أن يقتدوا بالحسين إذا أمامهم يزيد وأمثال يزيد. إمامان إن قام وإن قعد. شلون؟ بالنسبة إلى الإمام الحسن، الإمام الحسن يجب أن يحارب ويسالم، حتى أن الإمام الحسن إذا ما كان سالم هذا كان نقصا في دوره. العملة المزيفة معاوية له وجهان، وجه حرب ووجه سلم. الإمام الحسن يجب أن يظهر الوجهين، فإذا كان الإمام الحسن يحارب كان يظهر وجه معاوية الحربية فقط، يعني الخداع فقط، أما وجهه السلمية ما كانت تظهر. الإمام الحسن إذا ما كان يحارب أيضا كان نقص الدور، لأنه كان يظهر وجه سلم معاوية فقط، يعني وجه دناءته، أين وجه حربه؟ لذا كان الإمام الحسن بقدر دقيق في تخطيطه، الذي هو تخطيط من الله سبحانه وتعالى حسب المنطق والعقل، قطع النظر عن العصمة واعتقادنا نحن أن الإمام الحسن حارب فترة لإظهار وجه معاوية الحربية، وسالم فترة لإظهار وجه معاوية السلمية، يعني أظهر الخداع وأظهر الدناء. وإلا الإمام الحسن إذا كان يحارب حتى يقتل مثلا فرضا، أين كان يظهر سباب علي على المنابر والإمام الحسن جالس تحته والشرط أن لا يسب علي؟ وأين كان يظهر اشتراط أن لا يتعرض للحسن وأقربائه وشيعة علي؟ أين كان يظهر هذا الشيء؟ وأين كان يظهر يقول على المنبر منيت الحسن ابن علي بشروط وكلها تحت قدمي؟ هل كانت تظهر هذه الأشياء؟ الإنسان الطاغي الماكر له وجهان، وجه حرب ووجه سلم. الآن لاحظوا، ولا أريد الإسهاب في هذا الموضوع، بالنسبة إلى هذا الرجل في أيام لم يحاربه رجال الدين والعلماء، خمر وقمار وإحياء مجوس، هذا وجه. لما حاربوه دبابات والناس وقتل الأطفال، هذا وجه. هل كان من الصحيح أن يبقى ذا وجه واحد؟ أبدا. من الضروري أن يظهر المصلح وجهيه، هذا وجه سلمه وهذا وجه حربه. وجه سلمه خمر وزنا وقمار واستهتار والتعد على حقوق الناس ولصوصية، هذا وجه سلمه. ووجه حربه دبابات في الشوارع تقتل الأبرياء وتدك معالم العلماء ومعالم الأئمة الطاهرين. فكروا هذا الشيء في معاوية. وإذا لم يكن الإمام الحسن من يظهر وجهيه، وجه سلمه ووجه حربه؟ لذا فالإمام الحسن إمام لمن بقي من طغاة إلى يوم القيامة بصورة معاوية. أكو حديث جدا جميل، الحديث، وأظن أن الحديث يشير، مو أن الحديث له دلالته الكافية، لأن بعض الأحاديث محتواه أكبر من دلالته، وبعض الأحاديث محتواه بقدر دلالته، أو بعبارة أخرى بعض الأحاديث رمز وبعض الأحاديث تطبيق.
يعني بقدر. مثلا أنه لنفرض أن هذا المقدار من الماء الظاهر قد يكون هذا بهذا المقدار ماء مو موجود أكثر، ظاهره 5 كيلوات وباطنه 5 كيلوات ماء، قد يكون لا، هذا المقدار رأس إلى عين ومنفذ إلى عين فيه ملايين الجرانات من الماء. الشيخ المرتضى كان من الزهاد في زمانه، وكان يلبس الخام الرخيص القيمة ويسكن دارا صغيرة ويأكل الخبز اليابس واللبن والملح، وصار مرجعا للمسلمين. وصاحب الجواهر وهو أستاذه وقبل زمانه كان من الشخصيات العلمية البارزة الذي يتنعم بطيبات ما أحل الله لهم من الدور الواسعة والمال الكثير والشخصية الرفيعة الاجتماعية، بالإضافة إلى فقاهته الهائلة. جاء إنسان إلى الشيخ المرتضى في زمان الشيخ المرتضى ورأى داره الصغيرة وأسلوبه المتواضع البسيط، قال: شيخنا، إني أتعجب، إني ذهبت إلى صاحب الجواهر في زمانه ورأيت في دوره كذا وكذا من الشخصية، وجئت إليك وأراك كذا وكذا من الكيفية، أيكما على حق وأيكما على باطل؟ الشيخ المرتضى قال له: كلا، إننا نري وجهي الإسلام، هو يري عزته وأنا أري زهده. الإمام الحسن والإمام الحسين، لأن لكل شيء مو وجه وإنما وجوه. العلماء يقولون إن الأبعاد 3: الطول، العرض، العمق. بعد ذلك يقسمون هذه الأقسام 3 إلى 6 أقسام. الجهات 6 واضح: طول فوق وتحت، العرض يمين ويسار، العمق خلف وأمام. الجهات 6 هكذا. بعد ذلك علماء يقولون الجهات 6 أو الأبعاد 3 هذه أمور أولية، وإلا الجهات بالمليارات. مو جهات المادة، إذا كانت جهات المادة بالمليارات فجهات المعنى كم؟ وواضح أبين لكم في المادة، يعني حتى إشارة إلى ما قلته، لنفرض أنه خط من هنا وخط من هنا وخط من هنا، وخرجت الجهات 6: الأمام والخلف والفوق والتحت واليمين واليسار، بين هذه الأقواس كم من جهات؟ أخذوا الخط إلى فوق وإلى الأمام وإلى اليمين وإلى جهات مقابلها، يعني الجهات 6، بين هاتين القوسين كم؟ لعل القوسين إذا خرجتا من هنا هكذا ثم ذهبتا في الأبعاد تصل أحيانا إلى مليارات من الخطوط الصغار بين هذا القوس وهذا القوس، لأن كلما ازداد بعدا ازداد اتساعا، وكلما ازداد اتساعا ازداد جهة. هذا في الماديات المحدودة، فكيف بالمعنويات الهائلة؟ يقولون الماديات بالنسبة إلى المعنويات كقطرة في بحر، ولذا ورد في الآية الكريمة: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأكو حديث حول علي عليه الصلاة والسلام وفضائل علي، وأحيانا يستغرب هذا الحديث، كيف هذا الحديث أن جبرائيل قال لرسول الله أن هذه الآبال تحمل فضائل علي وإني لم أعرف أولها وآخرها؟
فضائل علي في ظن الناس ضربه في خيبر وقتله لمرحب وإيمانه بالله وما كذا وما أشبه وإنفاقه الخاتم. لا، نفسية علي البحر. الحديث يشير إلى هذا الشيء، لأن عليا كم نفسيته؟ هذا البحر يستوعب مليار من البراميل، وماء قليل كيلو، وماء 10 كيلوات، وماء 1000 كيلو، وماء مليار كيلو. النفوس نفس الشيء، الماء ماديات والنفط ماديات. نفس تبذل دينار في الكرم نمثل، ونفس تبذل 10 دنانير، يعني لها هالقابلية هالسعة. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أو في حديث علي إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. نفسية علي التي لا يعلم سعتها إلا الله، هذه النفسية، هذا الحديث بالنسبة إليه شيء عادي. إنسان كريم بدينار، كريم بدينارين، كريم بعشرة، كريم بمليار، كريم بألف مليار، كريم بمليار مليار، والصعد نفسية هذه السعلة. وكذلك نفسية لا تعصي الله في درهم، في درهمين، في 10 دراهم، يعني مثلا نفسيتي لا تعصي الله في درهم، لكن من الممكن أن نفسيتي تعصي الله في 10 دنانير. جاء إنسان وقال لي اكذب أعطيك دينارا، لا ما أسوي، 10 دنانير ما أسوي، 100 دينار ما أسوي، 1000 دينار ممكن أسوي. إنسان لا، لو أعطيت الأقاليم 7 بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في جلب شعيرة أسلبها من فم جرادة ما فعل. شوف النفسية. فإذا الحديث يقول إن فضائل علي لا تعد وإن الله وحده يتمكن أن يعدها، هذا الحديث إشارة إلى ماذا؟ هذا الحديث إشارة إلى النفسية، مو أن في الخارج صلى 1000 ركعة أو سلم عليها 1000 ملائكة أو أنفق دينارا. إذن أشياء معدودة بطبيعة الحال، وتتمكن أن تؤلفها في كتاب لنفرض على حجم البحار. هذا مبحث آخر، وهذا المبحث أيضا يذكرونه علماء النفس في اليوم حول النفس، ويذكرونه علماء الفلسفة حول النفس في العلم القديم. الطغاة على نموذجين، طاغ مخادع ودنيء، ونسميه بالطاغ الماكر لأن المكر يجمع بين الشيئين. هذا أمامه الإمام الحسن، والإمام الحسن إمام لكل من واجه هذا القسم من الطاغي إلى الأبد، لأنه يأتي الطغاة من نماذج معاوية ويحتاج إلى المصلحين من نماذج الحسن. الإمام الحسين أمام الطاغ من أسلوب يزيد، الطاغ البليد، يعني شرس في الحرب مستهتر في السلم. لذا الإمام الحسين حقيقة من أدق الأعمال قام به أمام يزيد. كيف؟ مسلم بن عقيل الإمام الحسين أرسله وحده إلى الكوفة. قسم من الناس يتعجبون، عجبا بلد، ونحن نعرف الكوفة وبعدا عنها زمانا. الإمام الحسين ما كان يعرف الكوفة، وهو ربي فيها في زمان أبيه والجملة من زمان أخيه. الإمام الحسين فرق أصحابه، بينما كل قائد يجمع الأصحاب، يعني أن الإمام الحسين من مكة يقول لهم اذهبوا 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 إلا ليلة عاشوراء. هل هذا الإنسان يريد الحرب؟ نعم، هذا الإنسان يفهم كيف يحارب. وفي الحقيقة إذا الإمام الحسين كان يفعل غير ذلك كنا نتساءل لماذا؟ لماذا؟ الإمام الحسين بكل الصور مقتول، دولة قوية وسيعة عريضة، هذا لا شك فيه، دولة بني أمية ضاربة بأجرانها من الهند إلى أواسط إفريقيا،
هذه الدولة الضخمة العجيبة التي هيأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هاي تهيئة الرسول ودفع الرسول، مو دفع معاوية ويزيد ولا أبي بكر وعمر وعثمان، وإنما هذا دفع الرسول، وإلى اليوم دفع الرسول. وإن شاء الله ذات مرة ننقل لكم أن النفسيات كيف تدفع الماديات مليار من السنوات، مو مليون سنة وعشر سنوات وعشرين سنة، هذا له بحث أيضا طويل. يعني الآن إذا رأيت أن نحن جامعون هنا ونتكلم، هذا دفع الرسول. نعم علي ساعده، نعم فلان ساعده، صحيح، لكن الدفع للرسول كان مثل الطوبة في الهواء. وننقل لكم أن في الماديات العلماء يقولون الآن نفس الشيء موجود، يعني بإمكانك أن في الفضاء الخارجي أن تدفع كرة إلى الخارج وهذه الكرة تسير مليار سنة الآن يقولون العلماء بالنسبة إلى المادة، فكيف بالمعنى؟ الإمام الحسين أراد أن يحارب الطاغي اليزيد، قلنا يزيد شرس في الحرب، في نفس الوقت يزيد مستهتر في السلم. سلمه واضح، ما يحتاج إلى توجيه، سلم يزيد خمر وأبا قيس لقبه قرده، والزنا واستهتار وما أشبه، هذا ما يحتاج إلى التوجيه. يعني سلم يزيد واضح واستهتار يزيد واضح. حتى المؤرخون ذكروا أن معاوية كان مريضا شديد المرض وفي حالة الاحتضار، وكان يزيد في الخارج يشرب الخمر ويزني ويلعب بالكلاب. ولما مات معاوية جاء إلى الشام، يعني أبوه في حالة الاحتضار لكنه مستهتر إلى هذا الحد، يذكر هذه القصة مروج الذهب، إلى هذا الحد مستهتر أنه خارج البلد لا يقيم لأبيه وزنا ولا لخلافته ولا لأنه يموت ولا لأنه خلفه وولاه عهده. فالسلم يزيد معروف ما يحتاج إلى الكشف، حرب يزيد يحتاج إلى الكشف، لأنه هذا الدرس. الدرس هنا الشراسة، أين تظهر الشراسة؟ الشراسة تظهر إذا كنت قليل العدد، هنا الشراسة تظهر. الشراسة ما تظهر مع كثرة العدد أبدا، الشراسة دائما تظهر مع قلة العدد. الشاعر يقول: وكنا نقرأ في السيوطي والذئب أخشاه إن مررت به وحدي. الذئب شرس، لكن أين تظهر شراسته؟ إذا كنت وحدك، أما إذا كنت مع جماعة لا تظهر شراسته. إذا كان مع الإمام الحسين 10,000 إنسان وحاربوا مع الأمويين، الأمويين ما كانوا يتمكنون أن يصنعوا بالحسين هذا الصنيع الذي صنعوه به أبدا، ما كان تظهر شراسته. وإذا كان مع مسلم بن عقيل جاء من المدينة أو جمع أنصارا مخلصين فرد 1,000 إنسان، ما كان ابن زياد يتمكن أن يشنقه مقلوبا في كناسة الكوفة، لأن ابن زياد شنق مسلم مقلوبا في كناسة الكوفة، يعني شنقه من رجليه، ما كان يتمكن أبدا هذا الشيء يصنع. كما أن حر لما وجد الجماعة ما كانوا تمكنوا أن قطعوا رأسه وأن يدوسوا الخيل صدره وظهره، وإنما جاءوا به إلى مكان آخر. الشراسة للطاغي إنما تظهر مع قلة عدد المسلح، لأنه يأتي بكل شراسته، ولذا ظهر هذا الشيء. شوفوا يزيد نفس هذا الرجل لما الأئمة وجدوا في الشام كم ناصر، بدل الأمر وقال: إني ما فعلت هذا الشيء، لأنه وجد كم ناصر لهم، ذاك المسيح ومن هال وواحد آخر وأربعة آخرين وعشرة آخرين، ما تمكن أن يصنع بهم أكثر من هذا، وإلا كان يصنع بهم أكثر من هذا. الإمام الحسين كان متعمدا أن يكون قليل العدد حتى يظهر آخر قطرة من شراسة الحكام الطغاة. يعني أنك في المستقبل أيها المصلح لعلك تقول إن هذا الحاكم طاغ شرس، الإمام الحسين يقول لك: نعم رأيت شراسته وأنا قابلته بشراسته. وإلا لو لم يكن الإمام الحسين هكذا كان يقال
أنه من الممكن أن الإمام الحسين ما رأى هذا النوع من الشراسة، وأنه لو كان يرى هذا النوع من الشراسة ما كان أقدم. لا لا لا، الإمام الحسين بصورة عمدية وبتخطيط من أعجب التخاطيط دقة أظهر كل ما في قلب يزيد حتى يكون إماما للذين يأتون من بعده ويقابلهم طاغ بليد من قبيل يزيد. إذن فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، مو بالمعنى القدسي الرسول يقول هذا الشيء ولو هو معناه قدسيا أيضا، وليس أن الرسول يريد أن يبين أنهما سيدان عالمان شخصيتان تعلموا منهما المسائل والأحكام، ولو هذا صحيح أيضا. قسم من الناس يتعجبون أن الروايات في الفقه عن الحسن والحسين قليل. الإمام الحسن والحسين دورهم مو دور الفقه، الإمام الحسن والحسين دورهما مقابلة الطغاة من هذا القبيل وهذا القبيل. الإمام الصادق دوره دور الفقه، لماذا؟ لأن مقابل الإمام الصادق فقهاء، فدور الإمام الصادق دوره فقهاء، ولذا كان الضروري على الإمام الصادق أن يظهر الفقه. وقلنا نحتاج إلى 14 مجلس حتى نبين ما يعني فهمناه بقدر فهمنا الناقص بطبيعة الحال. حول كل إمام إمام، 12 إمام و14 فاطمة الزهراء والرسول، وأنه كيف كل واحد من هؤلاء إمام إلى الأبد، لأن كل دور إما يشبه دور الرسول أو دور فاطمة أو دور علي أو دور الحسن أو دور الحسين أو حتى دور الإمام المهدي، وأن أي دور يحتاج إلى مصلح من هذا النموذج، حتى إذا كان المصلح على زيادة أو نقيصة أو الخلل. ذكرنا في هذا الموجز البسيط كيف المجتمعات تفرز الطغاة، نفسية الطغاة، كيف يجب أن يقابل كل طاغ. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، لعله حسب ما نستفيد ونستظهر يشير إلى بعض هذا الشيء، ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.